أول نقطة ربما سئل عنها الجميع، هذا التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في عدد اللقاحات لفيروس كورونا، وقدرتها اليوم على أن تكسب الثقة وأن تقدم الأمان لمن سيكونون قادمين، يعني لحضور هذا المعرض الذي سيستمر لستة أشهر. الفرصة الاقتصادية الهائلة وقدرة الإمارات على أن تحقق إنجاز كبير على صعيد مكافحة فيروس كورونا، وأيضا استضافة هذا المعرض وأن يثق الناس بالقدوم إليه. هي بكل تأكيد استضافة دبي اليوم، يكون هناك استضافة في كوكب دبي في مدينة إكسبو، هناك استضافة خلال الستة أشهر، وصول أكثر من 25 مليون سائح، وهذا طبعا الرقم يعتبر خيالي. الرقم ليس خياليا بسبب وجود جائحة كورونا، وهذا الرقم هو ما كنا نعتمد عليه ما قبل استضافتنا لإكسبو أو لهذا اليوم بوجود إكسبو. الآن المكان الذي كان هناك في إكسبو هي تقريبا 5 كيلومتر كانت من الصحراء، والآن بنى عليها إكسبو بوجود 6.8 مليار دولار، وهذه الأموال تعتبر ضخ جديد بالنسبة إلى الاقتصاد. دخول هذه الأموال هي تعتبر ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الداخلي الإماراتي، وهذا يعتبر دعم كبير من الناتج المحلي الإجمالي. رغم وجود جائحة كورونا إلا أن استطاعت دبي في افتتاح إكسبو إلى جذب أنظار العالم باستقطابها هذا العدد، باستقطابها هذا العدد في الفترة القادمة من وجود إكسبو. لا ننسى أن هناك شركات والذي يعتمد عليها خلال فترة إكسبو، إن كانت من البنية التحتية أو الشركات اللوجستية، وهذه تعتبر دعم كبير لوجود هذه الشركات كصانع سوق حقيقي في أسواقنا المحلية، وتعتبر دعم كبير كما ذكرت. والثقة والأمان يعني هي موجودة. هي بكل تأكيد بسبب جائحة كورونا وعدد المتطعمين بالنسبة إلى دولة الإمارات ويعتبر العدد الأكبر، ولا ننسى أن هناك انخفاض كبير بنسبة عدد المصابين، هي ما تدعم بشكل كبير استقطاب هذا الحدث. وفي الإمارات قصة التزام بالقوانين عظيمة، يعني الكل ملتزم، الكل يريد إنجاح هذا الحدث وأيضا يريد أن يتقدم، فهي رقم واحد. ولا ننسى أن هناك المبادئ العشر اللي هي من 50 المقبلة، هو الآن بداية للخمسين القادمة. وجود إكسبو هو يعتبر بداية لخمسين قادمة، حتى نكون هناك العمل والجهد الأكبر بوجود الحدث الأكبر في العالم إكسبو 2020.